بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم أعزائي أولياء أمور وطلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي، معكم مستر تحت الغطي من قناة زكاة الحساب والناس. النهاردة إن شاء الله هنبدأ ناخد الدرس، أول درس في الوحدة الثانية اللي هو بيتكلم عن القوى الصحيحة السالبة وغير السالبة، وده درس سهل جدا وبسيط جدا، مش عارف الناس ليه شايلة همه. طب تعالى كده نبتدي على طول. دلوقتي لما أجي أقول لك مثلا إيه 5 على 2 الكل أس 3 أو سالب 3، ده اسمه قوة صحيحة سالبة. ملناش دعوة دلوقتي هو اسمه إيه. دلوقتي المشكلة بتاعتنا عايزين نتخلص من السالب اللي في الأس ده. نعمل إيه؟ كل اللي أنت هتعمله هتجيب المعكوس الضربي بتاع الأساس ده. يعني بعد ما 5 على 2 بعد ما أو بدل ما تكون هي 5 على 2 هتبقى 2 على 5 الكل أس إيه؟ 3. الكل أس إيه؟ 3. هتبقى 2 على 5 الكل أس إيه؟ 3. بس كده. طب لو قال لك مثلا جذر 3 الكل اس مثلا سالب 4، هي اصلها اصلا على كام؟ على 1. يبقى تجيب اصلها، يبقى هتجيب المعكوس الضربي، يبقى 1 على جذر 3 الكل اس ايه؟ 4، وتطلع الناتج بتاعك. طيب افر مثلا قال لك 5 اس 2 اس سالب 1، اس الاس بيتضرب، اس الاس بيتضرب، يعني الخمسه زي ما هي والاثنين هتتضرب في سالب 1 بسالب 2، 2 في سالب 1 بسالب 2. طب والخمسة دي اصلا اصلها على 1، عشان تخلص من السالب هتبقى 1 على 5 الكل اس 2، الكل اس 2، يبقى اس الاس ايه؟ بيتضرب. طيب اف قال لك مثلا جذر 5 الكل اس 4 في جذر 5 الكل اس سالب 2، هنا في الضرب، في الضرب القوه الاس، الاسس هنا بتتجمع، يعني جذر 5 دي هناخد منها واحده، وطبعا خدناها في اولى اعدادي وسته ابتدائي كمان، هناخد منها واحدة وتبقى 4 ناقص 2 يديك كام؟ 2. 4 ناقص 2 يديك كام؟ 2. طب تمام. لو قال لك مثلا جذر 3 الكل أس 6 على جذر 3 الكل أس مثلا 2. باخد منها جذر 3 واحدة، وفي القسمة، وفي القسمة بنطرح الأسس. بنطرح الأسس، يعني 6 ناقص 2 هتبقى 4. طب شوف اللي جاي دي بقى. افرض مثلا قال لك هنا سالب 2. افرض قال لك هنا سالب 2، اس سالب 2، هناخد برضو جذر 3 واحده، تمام؟ وال 6، ركز بقى في اللي جاي دي بقى. ال 6 هتجيب حاجه من تحت من المقام، اعكس الاشاره. اعكس الاشاره، يعني هي سالب تبقى موجب، موجب تبقى سالب. ركز في الحته دي تاني. يبقى 6 اس سالب 2 هتبقى 6 هنا ناقص تبقى زائد. تبقى زائد، تبقى 6 زائد 2 تبقى كام؟ 8. تبقى كام؟ 8. بس هي دي الفكره بتاعت الدرس ده كله. طب تعالى كده نبدا نحل الافكار. هنا 3 اس سالب 2 دي اصلها على 1، هتبقى 1 على 3 الكل اس كام؟ 2، وتطلع الناتج بتاعك 1 على 9. طب 1 على 4 اس سالب 1، اعكسها، اعكس هات المعكوس الضربي، بدل ما هي 1 على 4 تبقى 4 على 1 اس 1، 4 على 1 يعني 4 اس 1 ما بيتكتبش. طب ديت 2 على 3 هتبقى 3 على 2 اس سالب 2، ده خلاص بقى ما بقت 2. طب جذر 5 دي على اس 4 دي اصلها على 1، انت هتطلع الناتج على طول، يعني دي هتطلع الناتج على طول. خلي بالك نسيت اقول لك ان الخمسه دي اصلها كام؟ الخمسه دي اصلها جذر 5 في جذر 5، يعني جذر 5 في جذر 5 يديني 5. طب 3 اصلها جذر 3 في جذر 3. طب 11 اصلها جذر 11 في جذر 11، هنحتاجها دلوقتي. هنا جذر 3 اس سالب 2 دي اصلها على ايه؟ على 1، يبقى تبقى 1 على جذر 3 الكل اس ايه؟ 2. السالب ده، السالب ده يعتبر ده زوجي فيتشال، فيتشال 2 دي زوجي فبتشال. هنا ده اصلها على 1، هتبقى 1 على جذر 3 الكل اس برضه 2، وهكذا كل المسائل. طب دين بقى مستر بان مسائل دي، عشان دي شكلها تلخبط ولا تلخبط ولا حاجه. هناخد ده ضرب طبعا، يبقى الاس بتتجمع، هناخد س واحده وتبقى 3 ناقص 2 ناقص 1. استنى يا مستر، ايه؟ انت مش قلت هنجمع؟ فانت المفروض تقول لي 3 زائد 2 زائد 1. لا مش، ما انت مش فاهم قصدي. اقول لك يعني انت حاطط الاسس كلها جنب بعضها، يعني 3 زائد ودي الاشاره بسالب 2 اهيت، وزائد كمان ودي سالب 1. فهنا موجب وهنا سالب اللي يكسب السالب، هتبقى 3 ناقص 2 موجب وسالب اللي يكسب السالب ناقص 1. بس طبعا مش هقول لك انا عايزك تعمل لي كل ده، ده يبقى ده كده موال كبير.
فعشان كده بقول لك حطهم كلهم جنب بعض كده. بقت 3 ناقص 2 يديني 1، 1 ناقص 1 يديني 0، سين اس 0 اي حاجه اس 0، اي حاجه اس 0 بكام؟ بواحد. اي حاجه اس 0 بكام؟ بواحد. طب دي على هاخد سين واحده، دي بتيجي زي ما هي، دي على يعني ايه يعني؟ يعني اللي بعد على ديت من غير اشاره الاس بتاعته، هنا سالب 3 تبقى موجب 3، تبقى ايه؟ موجب 3. طب تمام، وبعد كده هتبقى س سالب 4 زائد 3، سالب 4 زائد 3 يديني ايه؟ سالب 1. سالب 1 الس دي اصلا على 1، تبقى 1 على س الكل اس ايه؟ 1. طب المساله دي اضرب الاس في الاس الاول، 2 في سالب 3 يديني سالب 6، يبقى س اس 6 سالب 6، في س برضو سالب في سالب يديني موجب، و3 في 2 ب 6. خلاص كده هاخد سينية واحدة وده ضرب نحطهم جنب بعض، 6 ناقص 6 يديني ايه؟ 0، يبقى س اس 0 بكام؟ بواحد. هنا دي برضو شوف دي بقى بتاعت الامتحانات دي بقى، هاخد سينية واحدة. شوف هنعمل ايه؟ 2 خد دي جنبها، هتاخد رقم من تحت اعكس اشارته، سالب 4 يبقى موجب 4. هنا اس 1 موجب 1 يبقى ناقص 1، يبقى س بتساوي، خد الموجب الاول 2 زائد 4 يديني 6، 6 ناقص 3 3، 3 ناقص 1 يديني كام؟ 2، يبقى س اس 2. بس كده، ده الدرس وده فكره الدرس ده كله. دي برضه هتطلع اس الاس، هتبقى س اس سالب 6 في س سالب 1 في 2 بسالب 2 على س دي زي ما هي سالب 3 في س اس سالب 4، هاخد سينية واحده دي معاه ودي جايه جنبها، ودي سالب 3 خليها موجب 3، ودي سالب 4 خليها موجب 4، تبقى 3 و4 7، 7 ناقص 2 5، 5 ناقص 6 يديني سالب 1، يديني ايه؟ سالب 1، هتبقى س اس سالب 1، يعني دي اصلها على 1 يبقى 1 على س. بس كده. طيب هنا بيقول لي جذر 3 جذر 2 لكل اس 2، دي برضه الاساسات هنا متشابهه، هاخد جذر 2 واحده والاس هنا بتتجمع، 2 زائد 4 يديني كام؟ 6. جذر 2 اس 6 هيديني 8، لان معناها جذر 2 مضروب في نفسها 6 مرات وممكن تعملها على الحاسبه. هنا جذر 7 برضو كل ده زي اللي فوق بالظبط. تعالى بقى ندخل في الايه؟ في التقيل. المساله ديت ايه ده؟ لاحظت مساله كده شكلها غريب. هنا السالب ديت اس زوجي فهيطير. والواحد ده ضرب نفسه 6 مرات بواحد، وجذر 2 اس 6 هيديني برضو بكام؟ ب 8. تعالى هنا بقى. بسم الله. ركز بقى عشان دي برضو عامله عقد لطلبه كتير قوي، معناها سهله برضو. هاخد جذر 7 واحده زي ما اتعلمنا، ودي بقى سالب 4، هنا سالب 3 احطها جنبيها، هتاخد رقم من تحت يبقى موجب، يبقى موجب 9. يبقى جذر 7 9 ناقص 3 يديني كام؟ 6، 6 ناقص 4 يديني 2. بقت جذر 7 اس 2 يديني كام؟ ب 7. خلي بالك يعني جذر 7 مضروب في نفسها مرتين، خلي بالك لازم تحل بالخطوات، ما تحلش كده بالنظر. ماشي. طب اللي جنبها ديت دي برضه زيها. طب ديت هنا السالب ده اس زوجي فهيروح. خلاص وتاخد جذر 3 1. هنا برضه دي اس فردي لازم يكون معاك. ازاي؟ تعالى كده هنا هاخد جذر السالب ده اس فردي لازم تطلعه بره. وتاخد جذر 5 واحدة. خلي بالك ان السالب ده بره القوس. يعني بحط قوس كده ده بره القوس. عشان هيكون كده كده هيكون معاك في الناتج. هيكون معاك في الناتج. 10 زائد 5 15 ناقص 11، تبقى 10 زائد 5 ناقص 11، هتبقى سالب برضو جذر 5، هتبقى دي 10 زائد 15 ناقص 11 اديني كام؟ 4، هتطلع لك في الاخر سالب 25. طيب دي بقى مين مثلا ديت؟ شوف مثلا دي بقى احنا كده دخلنا برضو في الايه؟ في التقيل قوي. تمام. هنعمل ايه؟ هنا بيقول لي 2 جذر 7 لكل اس سالب 2، دي معناها ايه يعني؟ معناها ديت الاثنين ديت اس سالب 2 والجذر 7 برضه اس سالب 2. نركز مع بعض شويه. هنفك دي ونفك دي. الاثنين ديت اصلها كام في كام؟ ركز. الاثنين ديت اصلها كام في كام؟ اصلها جذر 2 في جذر 2، بس كده ده اللي انا عايزه.
وطبعا كل واحده فيهم اس سالب 2، يعني ده اس سالب 2 وده برضه اس سالب 2. في جذر 7 دي زي ما هي اس سالب سالب 2 برضه، لان ده عليها برضه، يبقى السالب 2 دي على 2 والسالب 2 دي برضه على الايه؟ جذر 7. وكمل بقيه المساله، جذر 2 لكل اس سالب 4 على جذر 7 لكل اس سالب 2. انت عندك هنا جذر 2 وعندك هنا جذر 7، هناخد دي الواحده وناخد دي الواحده. ناخد جذر 2 الاول، سالب 2 وسالب 2، وناخد كمان في حاجه تاني. دي 2 دي 2 هنا سالب 4، في ناخد جذر 7. جذر 7 عندك هنا سالب 2، تنزل لتحت تغير الاشاره يبقى موجب 2. دي طبعا هتطلع لي بواحد، لان 2 ناقص 2 يديني بصفر، يديني بواحد. في هنا سالب 2 وسالب 2 يديني سالب 4، سالب 4 كمان يديني سالب 8. بقت عندك جذر 2 لكل اس سالب ايه؟ 8. ودي اصلها على واحد، عايزين نتخلص من السالب ده، يبقى واحد على جذر 2 لكل اس ايه؟ 8. يطلع لك في الاخر واحد على الايه؟ على 16. واحد على ايه؟ على 16. يبقى انا فكيت الاثنين، اصلها جذر 2 في جذر 2، وعندك الراس بتاعتها الطربوش بتاعها سالب 2 على كل واحده فيهم. هتفهم اكتر في المساله اللي جايه ديت برضو. هنا 3 برضو اهي، 3 دي برضو مضروبه في نفسها مرتين، وممكن لها حل تاني. الثلاثه ديت اصلها جذر 3 الكل اس 2. يا ريت بقى لو تعرف تعملها دي كده، يعني يفضل. طب الاربعه دي اصلها ايه؟ جذر 4 الكل اس 2. طب الخمسه دي اصلها ايه؟ جذر 5 الكل اس 2. يبقى احنا نعملها بالطريقه دي بقى عشان بقى نحل بطريقه المحترفين. يبقى 3 ديت عباره عن جذر 3 الكل اس ايه؟ 2. وفي هنا 4، خلي بالك ان ال 3 دي اس 4. يبقى ما تنساش تعملها اس 4 كمان. في جذر 2 اس 4. في جذر 2 دي زي ما هي اس 2 على ال 2 ديت اصلها جذر 2 اس 2 وفينا اس 2 كمان. يبقى اصلها جذر 2 الاس 2 وفيها كمان اس 2. في جذر 3 ما تنساش الطربوش بتاعها اس 2. يبقى ديت متجزئه لحاجتين، دي 2 جذر 2 اس 2 هفكها تبقى جذر 2 اس 2 وفي كمان هنا اس 2. ماشي. هناخد بقى جذر 3 الوحيده الاول. طبعا دي 2 في 4 ب 8 بقت 8. فينا جذر 3 تحت هنا ناقص 2. في جذر 2 4 زائد 2 6. تنزل لتحت هنا 2 في 2 ب 4. يبقى جذر 3 هنا كل اس 6. في جذر 2 4 تروح مع ال 4 تفضل لك 2. 4 زائد 2 6، 6 ناقص 4 تديني 2. يبقى كل ده بيديني 4. وهنا جذر 3 اس 6، تعالى كده جذر 3 اس 6 يديني 27. احنا قلنا هنا كام؟ دي جذر 3 اس 6 ديت ب 27، ودي ب 2، دي ب 2، جذر 2 اس 2 دي ب 2، ودي 2 في 27 بيديني كام في الاخر؟ 54. طيب هنا جذر ده هنسيبها زي ما هي، ودي هنسيبها زي ما هي، ودي 3 اسمها جذر 3 اس 2، ودي 3 جذر 3 اس 2. ماشي ماشي خلاص خلاص. وهنا جذر 3 دي معانا برضو. ممكن احنا يا شباب نشيل دي مع دي. احنا ممكن نشيل دي مع دي. حلو. خلاص. يبقى نكمل نفكها بنسهلها. خلاص؟ خلاص. تعالى كده بقى اهو، دي 3 ودي 3، دي 3 اس 5، وهنا برضو 3 دي 2 ولا 3؟ ثانية واحدة. صح 3 كده. دي 3 اس 5 وهنا 3 اس 5 برضو، يبقى دي تروح مع دي. خلاص. ولا كأنها موجودة بقى. هتبقى هناخد هنا بقى في حاجه تتفك تاني، لا هناخد جذر 3 يا واحده الكل اس سالب 4. في عندك كمان جذر هنا زائد 5، تنزل لتحت هنا ناقص 1، هنا اس 1 هتبقى ناقص 1. في دي طبعا مش حاجه. جذر 2 هنا 3 وهنا زائد 5، هنا 3 وهنا ناقص 5، 3 ناقص 5. هنا 5 ناقص 4 واحد، واحد ناقص واحد بصفر، يبقى دي بواحد. أي حاجة أو الصفر بواحد. وديت هتطلع بجذر 2 أس سالب 2.
ودي اصلها على واحد عشان تخلص من السالب، يبقى واحد على جذر 2 لكل اس 2 يعني واحد على 2. واحد على الايه؟ ال 2. يبقى الفكره دي حلوه ان احنا تخلصنا من الحاجات المتشابهه دي. وهنا السؤال ده جميل برضو، الجذر 3 الكل اس 5 في جذر 3 الكل اس 4 على دي جذر 3 اس 3 مش في مشكله. في ال 27 ديت دي اصلها 3 اس 3. لان 3 مضروب في نفسها 3 مرات. طب انا عايز اخليها بالجذر، هتبقى جذر 3 اعمل دي الدبل. دي الدبل يبقى 6. يبقى جذر 3 اس 6. يبقى جذر 3 اس ايه؟ 6. بس كده. هيبقى 5 وتاخد بقى 5 زائد 4 ناقص 3 ناقص 6. 5 زائد 4 ناقص 3 ناقص ايه؟ 6 هتطلع بواحد. تطلع في الاخر بواحد. هنا جذر 2 اس 5، ركز بقى في الحته دي عشان المساله ديت فيها فكره برضو. في ال 10 ديت عباره عن 2 في 5. هتفكي لي دي وتفكي لي دي. يعني ديت الاثنين ديت اصلا الجذر 2 الكل اس 2 وهنا اس 6، يبقى الكل ده اس 6. في جذر 5 الكل اس 2، ال 5 ديت اصلا جذر 5 اس 2 وفي اس 6 يبقى دي اس 2 وفي كمان اس ايه؟ 6. على ديت زي ما هي. ديت زي ما هي. ماشي. ديت زي ايه؟ ما هي. في الاثنين ديت اصلها 2 اس جذر 2 الكل اس 2 الاثنين دي. وهنا اس 2 دي باين ولا 3؟ اس 3 ديت اس 3. فهتبقى الكل اس ايه؟ 3. في الخمسه ديت عباره عن جذر 5 الكل اس 2 في برضو اس كام؟ 5. تعالى بقى ايه نفكر كده بالراحه. هنا انا عندي جذر 2 اس 5 وهنا جذر 2 اس 2. ماشي؟ وانا عندي جذر 5 اس 2. يلا بقى نفك ده بقى. يبقى جذر الاثنين ديت زي ما هي. 5 دي زي ما هي. وهنا 2 في 6 ب 12 يبقى زائد 12. وهنا 3 يبقى ناقص 3. وهنا 2 في 3 ب 6 يبقى ناقص 6. في جذر 5 انا عندي ديت 2 في 6 ب 12 وهنا 2 في 5 ب 10 هتبقى 12 ناقص الايه؟ ال 10. جذر 2 5 زائد 12 17 ناقص 3 14 14 ناقص 6 يديني كام؟ 80. ودي هتطلع بجذر 5 الكل اس ايه؟ 2. جذر 2 اس 8 في جذر 5 دي هتطلع ب 5 وجذر 2 اس 8 تقريبا ب 16 يديني فعلا 16. بقت ال 5 في 16 ب 80 بايه؟ ب 80. بس دي كل المسائل ودي فكره المسائل مفيش فيها اي مشكله. طب ديت تعالى كده نحل دي كده. الاثنين دي برضو زي ما قلنا هنفك دي الاول. دي عباره عن جذر 2 في جذر 2 اهو، جذر 2 في جذر 2 في جذر 3 على جذر 2. دي تروح مع دي. اتفضل لي جذر 2 في جذر 3 ما تنساش ان كل اس 4. جذر 2 في جذر 3 ب 6، 6 اس ايه؟ 4. جذر 6 اس 4. دي برضو دي سالب هيبقى سالب. 5 دي عباره عن جذر 5 في جذر 5. او خم جذر 5 اس 2 في جذر 2 على ال 2 ديت عباره عن جذر 2 في جذر 2 وال 5 دي زي ما هي. ما تنساش ان كل دول اس ايه؟ 4. دي تروح مع دي ودي تروح مع دي. اتفضل لي جذر 5 على ال 2 الاس السالب ده تعمل على الحاسبه واطلع لك الناتج على طول. بس وان شاء الله هنكمل الفيديو الجاي. اشوفكم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.